والسؤال يبقى مطروح، ناخذ مكالمة. الو، نعم. الو الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمة البركة، مرحبا بك. وش راك ابراهيم؟ لاباس؟ الحمد لله، وانتم؟ لاباس. بون خويا ابراهيم، هاد لو سوجي دو توت فاسون كيما يقولوا كيما قلت لغياليزاتور ديالكم، يعني دارتها خالتي وراجلها وراحوا ثلاث عباد كامل غلط. احكي لي. نعم احكي لي. داكور. اوكي، بون هاد ليستوار صارت العام اللي فات، يعني في المولود تاع 2015 في جانفي. انا كنت خدامه يعني في بلاصه وكنت عايشه عند خالتي، هي اللي كانت قريبه من خدمتي، البلاصه اللي كنت نخدم فيها. يعني كنت عايشه عندها، كنت يعني نبات عندها وكنت عايشه عندها وكذا. هي يعني عايشه وحدها، هي وراجلها برك وزوج ولادها، عندها زوج دراري صغار. بون صافي، واحد سيموا هكذاك شغل بدات تشك في راجلها، بدات تشك في راجلها باسكو شغل تشوفه غير يلحق من الخدمه، غير يلحق من الخدمه هكذا ستة ونص، يعني ما يمتش كيما يقولوا الاهتمام الولاد والمرت وتجي تكسر معاهم. فيسبوك ديريكت؟ نعم، يروح الفيسبوك ديريكت. اكزاكتومون، يروح الفيسبوك. صح، هي خويا ابراهيم ما كانتش حابه شغل تدخل هذاك التوسويس في راسها، تقول بالك لو يخدع فيا، فهمتني؟ دي فوا كيفاش دير؟ دي فوا تبعت وليدها الصغير تقول زعما روح عند باباك لهيه بالهضره هكذا باش هي جو سي با يهضر معاك ولا يخلي الفيسبوك هذاك ولا سي بون سي با غراف. لا زي تاع المولود تاع العام اللي فات كان في الفيسبوك، ومن بعد شغل وليدها كنا يعني قاعدين هكذا في الصالون، بعد وليدها كان يعيط هكذا في البالكون، كان يقول لها ماما روحي تشوفي عمو راهو يضارب مع فلان. فهمتني؟ ومن بعد راجلها شغل راح شاف هكذا في البالكون، شاف واحد جارنا كان يضارب مع واحد، راح هبط دار لافيست تاعو وهبط. فهمتني؟ هو كي هبط خلى الفيسبوك تاعو. حبت خلى يعني الفيسبوك هكذا، ومن بعد خالتي راحت الفيسبوك هذاك شافت بلي كان يحكي مع مرا، فهمتني؟ داكور. شافت بلي كان يحكي مع مرا، وهي شغل كملت حكات مع المرا هذيك كوم سي هو كان يهضر معاها. كوم سي هو اللي كان يهضر معاها، قالت لها بلي نتلاقاو، قالت لها نتلاقاو وعطات لها لو غوندي. هذه كاع دارت مع هذه كاع لا ديسكسيون وراجلها راهو يسلك. نو، راجلها شغل كان لتحت يعني في الحومه. فوالا، شغل كانوا يتضاربوا بيناتهم. نساك يحبوا يديروا لونكيت واعرين اكثر من الاف بي اي، يعني سبحان الله. يعني معاها وقالت لها بلي نتلاقاو. ومن بعد قالت لها اوكي، بون خويا ابراهيم تلاقات بها. فهمتني؟ قالت معاها لو رونديفو، تلاقات بها وراجلها بون كي طلع الوقت العشاء كانت 8 ونص هكذاك، شغل قعدنا بيان سور مول طابلة، هو شايفها الفيسبوك هكذاك شغل طفى البيسي وما حاولش يعني يفهم. فهمتني؟ راحت من بعد خالتي خويا ابراهيم تلاقت بالمرا هذه. كون باغازا لقات اختها. وي. اي باتي دونك. يعني خالتي واحدة اخرى، خالتي صغيرة هذه ماشي مزوجة. لقات اختها. سبحان الله. وي، خوتها هي اللي كانت تكسر مع راجلها في الفيسبوك صافي سيمو اخويا ابراهيم. سيمو هي تكسر معاه. شوفي ما تبوجيش اشهار ونعاودوا نولوا لهاد الحكايه، ما تروحيش بعيد. أوكي. ما تروحيش بعيد، اقعدي معنا. اشهار. دونك هي ما كانتش تستنى فيها كاع، كي راحت تلاقى مع هذيك الطفله اللي كانت تقصر مع راجلها، اسا بلو كوند سوربريز لقات باللي هذيك اختها. هذه هي. وي، لقات باللي اختها وخالتي شغل سيغ بلاس. وي، خالتي شغل سيغ بلاس طاحت، يعني على حساب واش يهضروا الناس. شكون صغيره ولا كبيره؟ اللي مزوجه ولا اللي مش؟ لا، خالتي اللي مزوجه. مسكينه. فهمتني؟ طاحت ودخلت لوبيتال، دخلت لوبيتال قعدت قريب 25 يوم خويا ابراهيم، وكي خرجت تخرجت باغاليزي جهه وحده كاع. الله الله، استنى. ايه افي سي مسكينه. لا لا، خرجت باغاليزي خويا ابراهيم، ولا غير خرجت باغاليزي.
سي تري غراف واش انا نسمعو سيدتي وسادتي الخيانه ا سو بوان او نيفو فاميليال يعني بيان سور كتجيها من عند اختها كتجيها من عند اخت اخر معليش ما تغيضاش امرها بصح كتجيها من عند الراجل اللي قريب ليها اللي هو راجلها والطفله اللي قريبه ليها اللي هي اختها سا سي تري غراف يعني حب يقول ولانا عايشين سيدتي وسادتي دوكا شكون نديرو الثقه دوك هذا اللي ما فهمتش قيطو بشبش وانتو شوشو منو دوك هذه هي العفسه وراهي ربي تجيب لها شفا ان شاء الله سي تري ديفيسيل سي فري بور اون فام دو سو سونتير يعني تخاي بار سا بروب سون بروب سون ان شاء الله ان شاء الله ربي يشافيها ويرجعها ل يعني الو راني نسمع فيك راني نسمع فيك الاخ تفضلي بون قلت لك بون كي خرجت هي باراليزي صافي دوكا هاد لي سوا قريب 9 شهور ومن بعد خالتي هذه صغيره كيسمعوا يعني في الدار يعني كيسمع جدي كيسمع ماني كيسمع يعني خالي الصغير كامل جو سي با صارت يعني تضارب معاها في الدار معاها من الدار شكون اللي تضارب يعني خالي صغير تضارب مع خالتي الصغيره هذه اللي دارت الهدا هذه لخالتي اسمها خوها اي فوالا خوها اكزاكتومون ضربوا في الدار وش سيطان ضربوا هي من هذاك النهار ما زاد بان عليها والو هربت من الدار فيسبوك سيدتي سيدتي اسمعوا اسمع فيها خويا اسمع فيك تري بيان اها ومن بعد انا يا كنت مع واحد رولاسيون يعني كان يقرا معايا في لافاك وجو يعني لدارنا يعني جاب لدارنا كنت نعرفه كان يعرفني تخي تخي بيان جا لدارنا يعني مازال ما حطوش عليا جا لدارنا وستي تخيبو يعاود يولو باش يحطو عليا ومن بعد دا يما هي يعني بدات الوقيفة تاع الخاتم قالت لي باش كي نولو لا بروشان فوا نحطو عليك ديراكتومون اوكي يعني تفهمنا يعني مور المولود هكذاك بواحد دو موا ولا يجيو يحطو عليا ومن بعد كي سمع بلي ستوار هادي خويا ابراهيم جبد روحو اسمع بهاد ليستوار مين سمع هاد ليستوار هادي؟ نعم مين سمع بها؟ سمعها خويا ابراهيم مش سمع بها باسكو هو كان يعرف دار خالتي وديفا داكور يعرف دار خالتي ديفا كان يجي ديفا يعني كيحبوا يعني نتلاقاو ولا كان يجي لتما جبد روحو خويا ابراهيم لا يجبد روحو ما فهمتش هذيك خاصه بخالتك انت وانت واش عندك دخل انت ما فهمتش ديك تشوف احنا من داك العباد يعني وهذا الشيء يعني سي مون افي بيرسونيل دبانه تزغد ولا لا خلاص ما نديش يا خا ومن بعد انا يعني هضرت مع يماه قلت لها حكيت لها كامل وقالت لي انا نسيت نهضر معاه قالت لي مسح الكلمه الاولى والاخرى تولي لي هو ومن بعد نهار عييت ليه في التليفون خويا ابراهيم راني شافيها كي اليوم هكذا عييت ليه في التليفون 11 دي ماتان قال لي وين راكي قلت له راني في دار خالتي قال لي خلاص سنيني تما كي جا خويا ابراهيم انا حديت له الباب كي جا جاب لي هذاك الخاتم دخل هكذا عند خالتي شافها فوق لا شاز غولونت شغل جا هكذا يا شتافا قعد هكذا قدامها شويه اعطاني هذاك الخاتم قال لي سي بون واش خليك سي بون تما ما يديكش قال لي خلاص سي بون قال لي ما كاين والو ما كاين والو اونترونو تما قال لك ما نتزوجش بك سي بون اش بيهم الناس بصح قال لي خلاص سي بون خويا ابراهيم ولا دوزيام استوار سي كو خالي الا في 48 ans كان عايش يعني كان عايش في الغربة يعني كان عايش في فرنسا وكي جا يعني واحد سات موا دوكا ملي جا يعني قبل ما تصرا لهاد الحكاية تاع خالتي عرف طفلة وكان معاها سيغيو وش سيبا كان راح يخطبها فهمتني كان سيغيو ويعني حكى لنا عليها في الدار كامل كنا نتسناو غير وقتاش نروحوا ليها النهار راح يخطبها هادي قبل ما تصرا لي صوات تاع خالتي راح يخطبها وكامل ومن بعد شغل بابا الطفله هذه قال له دوكا ما نقدرش نقول لك اسكو ايه ولا لا لازم نجي نسقسي عليكم كي جا سقسى في الحومه جو سي با واش قالوا له الناس كي راح يدار قال بنته لا لا قالوا بلي هذوك الناس ما راهم شغل من النيفو تاعنا هكذا وي ومن بعد هي عيطت له في التليفون الخالي قاعده تبكي
قالت له بلي بابا ما حبش، قالت له واش كاين، قالت له بلي بابا جا للدار وقالها لي ما نو هذوك الناس كداو منا، قالت له زعما شغل حلاته باش يعاود يهضر مع باباها. اها. ومن بعد واش سافا هو بعد قال لهم في الدار كي شافها شغل كانت مانتيريسيا من جهه خالي شغل حكى لها قالها فوالا فوالا فوالا، قالها كي رحت تقفيت على هذوك الناس شوفي واش قالوا عليهم الناس. وكي عاود عيط لها هو في التليفون خويا ابراهيم هي ديكلارات له بكلش، قالت له اسمح لي ما نقدرش نكون معاك، قالت له نتوما فوالا فوالا واش صرا في داركم، نتوما زعما ماشي مني، حنا ماشي مني النيفو تاعكم. الله يبارك واسمه لي كارداشيون هما. ايه واش راح ديري، هذه هي وهذا هو المجتمع اللي انا عايشين فيه وربي يهدينا وربي يهدينا. خويا ابراهيم ماشي اللي دوكا خالي دارها دوكا راجل خالتي او دارها. ايه سي انجوست صح صح سي انجوست. عملك خالتي جو سي با ما نقدرش نيماجيني لك لو كا تاعها فهمتني، والله ما نقدر نيماجيني. قاستني بيان سور ما اون ايماجين لا لا سا دولور سي كلار كو سي تري تري غاف واش صرا لها. خويا ابراهيم صافي 9 موا دوكا. ها. صافي 9 موا دوكا يعني كيما كيما يقولوا باش نجيبها لدارنا، ماما دي فوا تحب تجيبها لدارنا ما تحبش تحب تقعد في دارها ما تهضر مع والو. خويا ابراهيم صافي 9 شهور ما سمعناش منها كلمه، وليدها الصغير عندها زوج دراري، وليدها بون كبير هذا العام دخل سنه اولى، وعندها ولد صغير في عمره عامين ما تهضر مع والو. خويا ابراهيم فوق لاشا زولون نخرجوها، خرجنا يعني هاد الصيف نخرجوها تقعد برك كي تشوف ان كوبل ولات تبدا غير تبكي. خويا ابراهيم فهمت اللي زوجتها راهي قاعده قدامي يعني انا قاعده قدامها، قلت لها قلت لها خالتي انا حنا عيط لابراهيم ونحكي له ليستواغ ديالك، ساكته ما تهضر ما ترجع ما تقول لك والو. ويتسمع فينا دوكا؟ نعم ويتسمع فينا؟ اي تسمع وي ما يسمعوا. هي بيسك تسمع فينا حنا نقول لها باللي حنا رانا معاك، والملايين راهم يسمعوا فينا دوك، والملايين راهم يسمعوا فيك ويسمعوا ليستواغ تاعك دوك. لي مليون راهم يسمعوا فيك راهم يوصلوا لك السلام وهم يقولوا لك ربي يجيب لك الشفاء ان شاء الله، وما تقنطيش من رحمه ربي هكذا، وربي يجيب لك الشفاء ما تكسيش راسك مع الوقت ان شاء الله تجيبي روحك. والله غير كانت عايشه على بال في خويا ابراهيم. ومازال ليامات ان شاء الله تبرا. والله كانت عايشه على بال في وراجلها ثاني كان عايش على بال في حاجه شغل مخصم، حاجه كما يقولوا مخصاته معاها. فهمتني حاجه مخصاته، كان عندهم زوج دراري، هو كان خدام هي كانت خدامه، كانوا عايشين يعني في دار ماشي كاريين، واش تيبا كيفاش دار هذا كيما هذه، لو كان مع واحد اخرى نقولوا. يديرها مع كيما يقولوا مع اخت مرته. خويا ابراهيم ايماجين هو دارها وحنا رحنا في الغلط، خالي كان مع طفله سمحت فيه فاسيلمون، وانا ثاني تسمح فيا اللي كنت معاه. احنا انا بيرسونيلمون جو تو كونساي شوفي لها يعني بسيكولوج يعني اللي يقدر يبو لا سويف يجيها للدار يقصر معاها شويه ولا باش ولا ديها عند ميدسان اللي يقدر يعني ينحي شويه عليها اللي يقصر معاها شويه اللي تقدر تخرج واش كان في قلبها، باسكو لازم تحكي لازم تهضر. انا مون بروب خافي باسكو هاد سو جور دو مالادي سا سوان يعني افيك لو طون بالوقت افيك دو كوراج تعاودي ترفدي روحك، وهذا الشيء يعني اللي ماشي اللي تما تقعدي هكذا افي ان شاء الله افيك دو كوراج ان شاء الله وباذن الله سورتو يعني تعاودي تربي. ان شاء الله ابراهيم والله غير تشوف وليدها الكبير تشوف وليدها الكبير كيفاش يروح عندها ماما مصحيه والو شغل لا حياه لي من تنادي نهضروا معاها دي فون نخرجها هكذا تقعد في البالكون تشوف هكذا الناس ولا مصح والو. اخويا ابراهيم شغل حجره ما تهدر ما تهدر فهمتني، شغل ما تقول لك اعطيني هذه ما تقول لك اعطيني هذه، شغل قاعده برك ايماجين والله غير قاعده برك ما كاين والو. سيرتو ولادها الصغار دوكا وليدها الكبير هذاك سيزون ويقرا ويروح يقرا، مش هذاك تاع عامين هذيك تاع عام اللي فوا يروح ليها يقولها ماما كذا وكذا والو ما تهضر ما تهضر ما حتى حاجه، وبليس ما راهي قابله تروح عند حتى واحد، ماني راهي تحلل فيها باش تروح ليها تقعد شي ايام ما حبتش، يما ثاني تقات لي جيبيها تقعد شويه في دارنا ما حبتش حبت تقعد في دارها جو سي با علاش. خلاص من تلموا العائله وتلموا كاع وروحوا تماك قعدوا معاها حكوا معاها حتى هي مليحه، ما هي فو با كاسي سونت سول لازم تقعد وتوغ سا فامي يجوا يروحوا معاها دارهم اكسيتيرا يتلموا عليها باش ينحوا عليها شويه. مو جو بونس كو بتات سي لا بون شوز افير والله يعني. لا خويا ابراهيم على بالك كيفاش دار
نهار دخل وليدها البرومي جور تاعو ليكول سنه اولى، يعني تلمينا كامل في دارها وجينا يعني قعدنا مع وليدها. كيفاش دير خويا ابراهيم؟ حنا نكونوا كاع متجمعين قاعدين، هي ترفد الكرسي تاعها وطلاح، هي تلقاها في لاشومبغ تاعها مقابله هذاك الكادر تاعها هي وهو، ولا تروح البالكون وتبدا تبكي، تروح ليها تلقاها تبكي، هذا واش كاين؟ اشاك فوا نروح ليها نهضر معاها، خالتي كيفاش كذا والو، شكون حياتها اللي مات ولادي خويا ابراهيم. مش الحاجه اللي غاتني فريمون سي كو راجلها دارها هو وخالتي هاد الصغيره، بصح رحنا كاع في الغلط، خالتي راحت مسكينه في الغلط، انا رحت في الغلط، خالي راح في الغلط، ولدها الصغار واش ذنبهم؟ سورتو ولدها الصغير يقولها ماما نروح ليكول، صحابي كامل يجيبهم يجيبهم باباهم، انا وين راه بابا؟ انا وين راه بابا؟ شدوها قلت تبدا تبكي خويا ابراهيم. ايماجي الله العظيم، غير واحد باش يقول الله لا اله الا محمد رسول الله. فريمون واش انا نسمعوا، واش انا نسمعوا سيداتي وسادتي المباشر الحكايات هادو اللي انا نسمعوا فيهم، يعني امبوسيبل واحد يقول الانسان يقدر يعيشو. مي بورتون راهي هنا وراهي تسمع فينا المراه اللي عاشت يعني كوشمار. انا توجور ملحق لنا لي ميساج سور فيسبوك تانيت باش يقولوا لها ربي معاك ان شاء الله، وربي يجيب لك الشفاء ان شاء الله وطهوره ان شاء الله، باسكو سي با فاسيل، وحنا رانا معاك. وقولي لها قولي لها باللي الجزائر كاع يتسمع فيك ويتقول لك رانا معاك اون كومباتي معاك، وربي معاك ان شاء الله وباذن الله تبراي افيك دو كوراج. مي فو با تطلق روحها لوجه ولادها لوجه ربي. Faut pas qu'elle se laisse faire, il faut qu'elle se relève. صح الا كي تسمع فينا الاخت راني نقول لك راهم يسمعوا فيك الملايين دوك، وراهم كاع معاك وراهم يقول لك ربي يشافيك ان شاء الله، ويقول لك صح واش عشتي صح، سي با فاسيل، صح ماهيش حاجه سهله، ولكن لوجه الله ولوجه الملائكه اللي عندك ولوجه الدراري اللي ما عندك هذوك لازم ديري الكوراج وتوقفي روحك. حاب يقول باللي لازم تخلي لافامي تاعك يعاونوك باش يدوك يداووك، هذه دخله كاين بزاف، عندك بلان ميتان يقدروا يعاونوك، عندك لا ريدوكاسيون، عندك لي بسيكولوج، تقدري تعاودي ترفدي روحك فاسيلمون او موا باش ولادك يعاودوا ثاني يلقاو يماهم هكذا. دونك حنا نتمنوا لك الشفاء العاجل ان شاء الله، ونقولوا لك ربي معاك وصح صح واش عشتي سي با فاسيل، صح اللي عشتيه سي با فاسيل. انا بيرسونيلمون غطيني بزاف، مي عندي ليسبوار باللي تقدري تعاودي ترفدي روحك. جو سي باسكو تو فورت، ولا فام الجيريان اللي فورت، المراه الجزائريه دوريجين اللي فورت. دونك نتكل عليك هكذا وندوموندي لك باش ترفدي روحك، وخلي خلي خلي داركم يعاونوك، خليهم وبدليه هو شويه، واختك من هذيك الدار حوسي شويه، خليهم يحوسوا بك. الا حبيتي ماما انا نجي نديك نحوس بك، هالي كاسكوسي فوالا. ها واش نزيد لك ونجيبك لعندي هنا الجلافه ان شاء الله، تحضر معنا هنا الجلافه. والله صافي نفس موا دوكا، والله صافي نفس موا خويا ابراهيم، من جونفي هذه من الضربه تاع المولود رانا دوكا في سبتمبر، غير كيف كيف على بالك، ما كاين حتى جديد بوكو بليس. قلت لها على وتوليدك نهضروا معها على وتوليدها برك. ايماجين خويا ابراهيم يروح مسكين يقرا يشوف اللي معاه كامل يجيبوهم لي باغون تاعهم ابا هو، وهو على كل حال ماهوش يروح وحده، كل خطره شكون يديه باسكو خالتي عندها وحده يتعاون فيها هنا في الدار. ماشي كيف كيف كيفاه؟ صح معليش صح معليش نجي نزورها، معليش نجي نزورها. قولي وي بيان سيو، يا با بروبليم. ها يا مالا قولي لها، يا با بروبليم. إلا تسمع فيا قول لها والله غير نجي نشوفك. إن شاء الله يا ربي. فوالا قول لها والله غير نجي نشوفك إن شاء الله. نجي نشوفك ونطلع عليك وإن شاء الله إن شاء الله تبراي وإن شاء الله نعاونك. نعاونك بوش كاين إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. توتفاسون ميرسي بوكو خويا إبراهيم، بارك الله فيك. الله يسلمك. وانا ندير بوك عندي ديكاس يعني كامل اللي يعرفوني، هو جوستر يعني لا بيرسون اللي يسمح فيا ويسأل ولا راهو يسمع فيا دوكا. باسكو انا الله غالب، ماشي انا اللي درت الضربه هذه، دوكا هو دالها، احنا علاش رحنا في الغلط؟ الله غالب. ولا في تانيت اللي كانت لا فيونسي تاع خالي، هو تانيت ما عنده علاه. سي فاي.
يعني كما يقولوا انسان واحد دار غلطه وحنا كامل معاه. انا رحت كما يقولوا في الغلط جا جاب لي الخاتم قال لي سي بون، ما دوش سمعت من عنده خويا ابراهيم كلمه الاخرى تاعو، قال لي خلاص، قال لي صبرينا سي بون انا وياك. هذا واش قال لي، دخل شاف خالتي راح من هذاك النهار ما من الفيسبوك تاعو لي فوا ندخل ولا ما كان حتى خبر عليه، الفيسبوك تاعو مبلوكي، التليفون تاعو مغلوق ولا بدل فيس ما كان حتى خبر عليه. علاش هو شافها راح مالا حنا سمعنا بها انا جاي هكذا قولي له، ولا حنا سمعنا جينا، اذا انت جيت شفت رحت حنا جايين ان شاء الله. هكذا نشكرك الاخت وسلمينا بزاف على خالتك بالبزاف، وكنا عن قريب ان شاء الله نجي نزورها. خلينا بك الرقم تاعك اوغونتين باش نقدر نريكوبيريه. اوكي ان شاء الله، يعطيك الصحه، شكرا. سي تري غاف سي ديتان سادتي. وسمعنا دوك ليستواغ بوانيونت، يعني ليستواغ تيريبل تاع اون فام اللي كان عندها شك في راجلها، بيس كان بزاف يخلط في الفيسبوك ويحوس بزاف في الفيسبوك، ورومالكات مرتو باللي يحوس بزاف، مخلي ولادو ومخلي مرتو غير يدخل من الخدمه يروح يكونيكتي. نهار غفل هبط خلى التليفون تاعو، مرتو دخلت بقاتو يقصر مع وحده، ايفيكتيفمون قصر مع الوحده هذيك، قصرت معها هي بصفت راجلها، عطات لها رونديفو باش سي تعرف هاد المراه هذه واش يتحوس عند راجلها، سي توتا في نورمال بيسك سي سون مار سي انا في بيرسونيل. راحت تلاقات بها باش تشوف هاد المراه شكون، باش تفهمها، باش تقول لها يا ودي هذاك الانسان راجلي ونعلي الشيطان وقدامنا اكسيتيرا. اي با كي راحت باش تشوف هاد المراه شكون، لاساك بلو كروند سيربريز، لقات باللي هذيك اختها الصغيره سور بلاس طاحت، داوها للسبيطار 25 جور هوسبيتاليزي افي سي، خرجت اونديكابي، قالت لك لا موتي تاع الكور تاعها، ربي يجيب لها الشفاء. سبحان الله، لا غاشي توت اون في، وفاميلتها خلصوا لو بري بيسك خداو اون موفيز ريبوتاسيون بارابور ا سيت هيستوار. اللي يجي يخطب خياتهم كيف كيف سي لا ميم شوز اكسيتيرا. دونك شوفوا وين لحقنا سيدتي وسادتي، وين يلحق الفيسبوك والخداع، هي الخداع من بعد الفيسبوك الخداع. سبحان الله، حسبي الله ونعم الوكيل. يا من كثرة اللي نبغي نقلح مني ونعطي، نقول لك مش خسارة فيك هاكي تستهني قاعد شي وقليل، كنت بيدي نوكل فيك كنت مرضي نحزن لي غاب روحي بهن هني، واليوم على درتي عليا شاني داير في الدنيا ما نستاهل هاد الكيان، الضحكة ولات لي بكيان زاري هاك انا يا من بكري محبتي لك خرجت فيا تحسب دعوة راه عليا خلص فيها بك انتيا منك مازال غيدسني عمري
مشي فحنا كنسان الاخرين ما تبني تيش بساس متين ضيحتي عشرة سنين قلبك خاوي ما ديك احساس راني ميت هرب في الزين تلبك تلتي قلب حنين عايش في وسط الحيين ما نتحكى ما نفرح كي الناس ايش هني داير في الدنيا بنستاهل هذا الكيان خايف عليك الرب وتخفضني روطار واللي درتي فيا ماركي طوماج كل شي خسرتي شندير دري نشكي ربي نخلي ياخد شي قطار شاني داير في الدنيا انا استاهل هذاك هي الضحكة ولات لي بكيان زهريها كان من البكري حبتيني خرجت فيا سيداتي وسادتي تسمع واحد لي جيستوار يعني تحير ولكن الحمد لله ماشي كاع رجال هكاك الحمد لله اوزمو هذاك الانسان سان كا سبيسيال شاني داير في الدنيا ما نستاهل هذيك يا الضحكه ولات لي بكيا زهريا كان يا من بكري حبتي لي خرجت فيا نحسب دعوه راه عليا خلص فيها بكنتيه منك مازال راهي غايدتني عمري والله غايدتني عمري شاني داير في الدنيا تنستاهل هذا الكيان يا حبيبه تحكي ولا كيبك يا زارياك انا يا من البكريا محبتي لك خرجت فيا تحسب دعوه راه عليا خلص فيها بكنتيه منك مازال غايدتني عمري